بنكون يا هلا بنكون يا إن شاء الله على المجموعة. فيوم الخميس اللي كانش بعده فايت بيكون في عنا تقييم. أوكي، لكن حكينا آخر شيء ما في يتذكر لي شي قاعدة منه لا أحطها هون دغري. equidistance. الكيو ديستنس شو بيكون معي يا هادي؟ هم معي سيجمنت و هذا perpendicular عليها سيجمنت. اوكي مش point بيرفكت. point على ال D. اوكي اول شيء هذا سيجمنت اي بي لنقول شو بيكون عنده هذا السيجمنت اي بي، شو الخط اللي بكون بنرسمه في اياه عنده. صباح الخير بكون في أستاذ. line perpendicular صباح النور. بيرفانديكولار شو اسم الخط تذكروا؟ على اي بي ايه بس هو اسمه مش بيرفانديكولار بايساكتور يمكن 100% بيرفانديكولار بايساكتور. اوكي وتعلمنا طريقتين بايساكتور 100% تعلمنا طريقتين لنرسمه. يا نعمل ميد بوينت اول شيء يعني هذا الاي بي بنعمله بيرفانديكولار بايساكتور بوت المسطرة بعمله ميد بوينت. اوكي نعمله ميد بوينت اسمها أو بالضروري أسهل لي. أوكي وبحط الماستر أساسي كبير بهذا الشكل مع النقطة أم. أوكي فينا بالبيكار كمان وفينا بالبيكار كمان 100%. أوكي هاي أول طريقة. المهم بيجي هون زاوية 90. أوكي وبكون عامل الخطين قسمه ل الخط بكون قسمه الخطين لبعض. أوكي هذا هو البرفانيكول بس. اوكي الليكو ديستانس اللي حكينا عنها ما بتذكر شو كنا نعمل يا هادي اللي شو هي القاعدة بالضبط شو بكون في عنا يعني هذا برفانيكول بس كان عندنا بوينت على الدي طلع مظبوط اخذ الكون اسميه عام اي اي تحت. اوكي شو بستنتج ان شاء الله يا هادي شو بيكون عندي؟ لو ام اي قد ام بي فبتكون على اساس كم مظبوط ام اي ايكوال ام بي ساعتها في له ايكوال ديستنس. اوكي او اذا كانت الام حتى من تحت حتى لو كانت الام هون كمان بكون عندي ام بي ايكوال ام اي هيدا بكون عندي هيدا هو ده الخط اللي هون هيدا هيدي بروبرتي موجودة وين في البربرنيكولار بايسر بايسر. مين طيب بس الكارت صغيرة اخذناها غير هيدي بس في حدا متذكرها شوية converse of Pythagoras theorem. converse of Pythagoras theorem. converse of Pythagoras theorem. إذا كان above the side square at the side one square plus side two square. مظبوط. بيكون معي يعني triangle بهذا الشكل فرضا. اوكي. هلا انا هاي اللي تحت ما معي زاوية 90 بس هي اذا بديش تقيسوها بتكون 90. اوكي بس ما بيكون معي خبر انه هي 90 يعني ما بكون اجيب السؤال 90 نحن لازم نبرهن انه هو زاوية 90 من رايت اينجل نحن لازم نبرهن 100%. اوكي بيكون مثلا معي طول هذا 3 هذا طوله 4 هذا طوله 5 يعني بيكون بشكل عام معكم تراينجل مبين شكله رايت بس بدكم برهنوه انتو رايت يعني برهنوا هالشيء انه هو عن جد هاي تراينجل عن جد انه هاي 90 بتطلع أكيد ما رايج يحط المسطرة وقول له والله اسطع المسطرة وطلع مع السين ما نشوف شي قاعدة ممكن تفيدها لأن عم تحكوها قبل شوي هي كونفرس إذا بيجي مين أو لا هو ما في يحكي على شوي بي لأنه ما عندي هون زي السين كذا بياخذ أطول خط من هو أطول خط هلا عندنا الـ AC الـ AC سكوير يعني سميهم أسماء جيب أي سي سكوير إيكوال 5 سكوير إيكوال 25 أوكي كيف فيها زينب equal 25 مظبوط بعدين شو بنجيب يا زينب؟ برجع عنا ال AB سكوير مظبوط برجع عنا بلس ال BC سكوير 100% اوكي equal فبصير عنا بتطلعوا ال AB equal 3 سكوير بلس 4 سكوير equal 9 بلس 16 مظبوط بيطلع بيطلع عنا 25 25 شفت شو عملنا استاذ اطول خط اللي هو الاي سي يعني عملنا السكوير طلع 25 100% اللي بقيوا اللي الاي بي والبي سي عملنا يعني السكوير وجمعناهم لما جمعناهم طلع كمان جواب 25 طلع
اوكي لو طلعوا قد بعضهم فبيطلع هذا رايت ترانجل، اذا ما طلعوا قد بعضهم ما بيطلع رايت ما ترانجل. بيكون اوكي رايت هذا كل ترانجل. شيء 100%، هذا كل شيء حكيناه نحن هذيك القصه. اوكي هلا بهالحصه راح نحكي فيه كمان شيء 3 أو 4 قواعد ممكن انتم اخذتوهم هذيك السنه. اوكي نخلص مراجعه. طيب بأول سؤال بيقول لي Let ABC be an isosceles triangle of vertex A. يعني أعطاني هلا triangle هو عبارة عن شو؟ عن isosceles triangle. أوكي. وال vertex له A. Draw AM median relative to BC. أوكي. هذا كل اللي بدي أعمله أنا. أول شيء ترسم isosceles triangle. بعدين بدي أرسمه median على البي سي. اوكي طيب اول شيء خلينا نشوف كيف نرسم اسس السترينج. من فعل دو فكر كيف نرسم اسس السترينج، يعني نرسم هلا اي بي سي على شرط يكون اسس. هلا اول شيء نرسم البي سي 100%، لانه الفيرتكس اللي له هو يا استاذ كمان الفيرتكس هي النقطه اللي بتكون فوق بالعاده بتقولوا لها. اوكي فبنرسم اول شيء البيز، البي سي بيكون اسمه بيز. اوكي بالاسس السترينج في عندي شيء اسمه فيرتكس، شيء ثاني اسمه بيس. المهم اعطاني فيرتكس A فبرسم اني بي سي، ما اعطاني طول برسم قد ما بدي. اوكي بعطيكم وقت تنقلوا هودي، في حدا عم ينقلوا شيء ولا بتنقلوا بعدين؟ لا انا هلا عم لا بدنا نقلوا بعدين او يلا بنقلوا مع الفيلد. اوكي اذا بتنقلوا هلا اعطيكم وقت، حدا عم ينقل هلا؟ اذا فيش هلا حدا انا كنت هلا عم بنقل. اي اوكي اذا بتكفي نقل ما في مشكلة بعطيك وقت. اوكي بعطيك وقت لكن نحن بنبلش من هون. اوكي بس هسه فيك تبلش. اوكي يلا خلاص او ممكن عم ينقل. طيب نرسم مؤسسة الستريانجل او فيرتكس اي، اتفقنا اول شيء نرسم بي سي، اعطاني طول الخط شيء؟ لا 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 نرسم قد ما بدنا. اوكي هذا خط بي سي مثلا، هذا خط بي سي عندي، فاللي عم يكتب في بلش رسم من هنا بنرسم بي سي قد ما بدي. اوكي طيب بعدين كيف بدي احط الفيرتكس اي؟ مين بتذكر شو كنا نعمل بس السترانج اي؟ تعمل بيكار لنقدر نعمله من اي بي تعمل بيكار مظبوط. هلا لانه مش حاطط لي طول بس السترانج على طول بقدر استعمله بيكار. اوكي لانه مش حاطط لي طول ولا خط شو بتعملوا؟ بعد ترسموا بي سي قد ما بدكم. اوكي على المسطرة بتجيبوا البيكار بتفتحوا مثلا اول فايف، بس ما تفتحوا قد البي سي، ما تفتحوا البيكار قد البي سي. اوكي بتحطوا البيكار على المسطرة او اذا بدكم على البي سي، بس يا بتفتحوا اكتر من بي سي يا اصغر من بي سي. المهم ما تفتحوا البيكار قد البي سي. اوكي فرضا بي سي نقول هون 3 سنتيمتر، فرضا رسمت هون انا فتحت البيكار. اوكي انا فتحت البيكار على 4 سنتيمتر. اوكي فتحنا البيكار، شو بنجي بنعمل بعدين؟ بنحطه على البي بنعمل ارك صغير، وعلى التي بنعمل ارك صغير. بتحطه اول مره، فاول شغله اول شرط بكتبه لها انه البيكار ما يكون قد البي سي، اذا فتحته قد البي سي وعملته هلا لما نعمله بيطلع ايكولاترال ترانجل. اوكي نعمل نرسم ايسوسيلس ترانجل، فالايسوسيلس ترانجل بس رسم البيز بتقطعوا البيكار اعلى من البيز او اصغر من البيز، بالعاده نحن بناخده اعلى الا اذا اعطاني هو القياس بدي اني التزم فيه. طيب رسمت اني اول شيء البي سي، فتحت البيكار 4 سنتيمتر، بنحط البيكار اول مره مثل احمد على البي، نعمل ارك بهالشكل. اوكي بكون البيكار هون، نعمل ارك هون، بعدين نفس الشيء على السي بيجي ارك ثاني هيك. اوكي بيلتقوا وهالنقطة التقوا فيها
هي بتكون إيه. أوكي شو الحال زينب؟ معي زينب مش الحال بس معك اوكي طيب بنوصل ال A بال B وال A بال C اوكي طيب خلينا نحط اول شيء الرسمة اللي يكون بشكل اوضح في حال عندنا مشكلة بالرسمة اللي عم برسمها قبل ما احط الرسمة النهائية لا لا اوكي فبتطلع معنا الرسمة أول شيء بأول خطوة اللي هي الـ ABCS سلسلة أنجل بهذا الشكل. أوكي. طيب شو عنده خصائص؟ مين بيكون عندي شو بيكون عندي بروبرتي بهذا الأنجل؟ سايدز إيكوال شو بعد؟ بعد في شغلة. فيرتكس A وعنده اثنين أنجل إيكوال كمان. هو الانجل اللي تحت على البيت بيكونوا ايكوال يعني اذا هلا اذا قستوا الانجلز اللي تحت اللي رسم الرسمي اذا هاي مرجع الى 50 الثاني 50 اوكي بلاش ننسى الشغله على طول الانجل عنده شغلتين تو ايكوال سايدز تو ايكوال انجلز اوكي خلص اول شيء هيدي بس الانجل بيقول لي درو اي ام ذا ميديان ريلاتيف تو بي سي كيف بدي اعمل ميديان على البي سي؟ اول شيء بحدد بخط البي سي هذا البي سي مظبوط كل اللي علي اعمله بقيس الاي بنحط الام ميد بوينت اوكي وبعمل بوصل الاي للام والله انا مش هقدر اوصلها مظبوط اوكي هون اكيد هيدا عند هيدا بكون خلينا نحطها بشكل اوضح هيدا الام اول شيء ميد بوينت بعدين هذا الخط بيطلع هو الميديان اوكي شو القاسم من تحت الضغط في حدا يتذكر شو القاعده اللي بنحكيها هون نحن هلا اهل ديوان الرسم في شيء حدا ممكن يتذكر القاعده اللي بنحكيها هون طيب خليني أقلكم الفكرة بالهيدا بس قبل في حد عنده مشكلة بالرسم مش الحل للكل؟ إيه أوكي طيب بعد ما رسمنا الرسمة بيقول لي what can you say about AM يعني شو رأيك بالـ AM؟ AM تطلع قد هو ميديان بيس إيكوال AM أو شو ميديان صح هو ميديان هيدا أعطاني إياه هو بالأساس طيب هو بيطلع أكثر من ميديان ولا لا؟ شو رأيكم؟ ملاحظين عم عامل على البي سي كذا. البي سي الزاوية بيطلع هون 90 يعني شو من هو بيعمل 90 شو بنسميه هذا الخط؟ perpendicular. مزبوط بس بالترينجل شو بيصير اسمه؟ perpendicular bisector. بس اللي بيعمل زاوية 90 على الحال بنسميه height triangle. اوكي. هلا هو perpendicular بس لانه بقلب الترينجل بنصير نسميه نحن height. اوكي. هلا لانه 90 وقاسم الخط نصين كمان بيطلع perpendicular bisector يعني هذا الميديان طلع اول شيء هاي طلع perpendicular bisector كمان شو رايكم بهالانجل اللي هون وهالانجل اللي هون بيطلع ابعاد كمان بيطلع يعني شو بيطلع من هو شو ساعتها بسميه من هو اللي بيقسم الانجل ببعض شو بنسميه bisector يعني شفتوا هذا الاي ام اللي هو اساس انا رسمته بس ميديان من الفيرتكس اللي فوق اللي هي الـ A بقلب الـ isosceles triangle يطلع height وميديان وperpendicular bisector وبايسكتور الأربعة كلياتهم أوكي هذا اللي بدنا نحكيه هون فأنتوا بس يكون عندكم isosceles triangle أوكي رسمتوا مثلا height ما رسمتوا ميديان كمان بيطلع كلياتهم مع بعض بس على الشط رسموه من وين؟ من الفيرتكس اللي فوق يعني على الشط رسموه من الـ A اللي هي هون الفيرتكس إذا عملنا ميديان مثلا من ال B اوكي ما بيطلع نفس الشيء يعني ما بتطلعش هيدي زاوية 90 ولا بيطلع معي بايسكتور ولا بيطلع معي شيء اوكي بس من ال vertex وضحت الأمور هون؟ واضح اوكي فا
لا جواب شو معنى له بس بقول له اي ام بيطلع هايت ميديم باي سيكتور ام بيربانديكولار باي سيكتور فلان بيكتب في كتب المهم طيب من في اللي بهالوقت اني ما حطيتها قاعدة كان خلص معي اذا كان عندي الترينجل اي بي سي هو equilateral triangle ما كان عندي اياه isosceles مثلا يعني فرض هات ارسم هي الله equilateral triangle اعتبرنا هيدا equilateral triangle اوكي هذا اي بي سي equilateral اول شيء شو خصائص الاكواتر شو بيكون عندي اذا كان عندي equilateral triangle مين بتذكر مظبوط هو قد بعضهم وشو أكثر من هيك الاي 90 بتكون مش 90 هذاك السيمي ايكولاتر اللي عم تحكي عنه هم نحكي ايكولاتر العادي بكون ثلاثة سايز قد بعضهم والزاوية والزاوية قد بعضهم ايه وشو بقى عندهم مجر عندهم مجر خاص فيهم معروف قد ايه 45 مش بيكون لا يا سلام 30 60 60 لا 60 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 هلا مش هون فكرت يعني اعتبرنا هذا معنى يا equilateral triangle اذا جينا عملنا ميديان مثلا او هاي او اللي بتكون حيالة واحد من هالاربعة من حيالة نقطة مثلا من البي خلينا نحط بلونتين مهدي مثلا من البي عملنا نقول ميديان بناخد الام هون ميد بوينت ونوصله شو بتلاحظوا كمان بيطلع هذا الخط مثل ما صار معنا هون بيكون عامل زاوية 90 مظبوط وبيطلع هالزاوية قد هالزاوية حتى لأنه بيطلع بايسر الفرق بين الإيكولاترال وبين الأيسوسيلس إنه بالأيسوسيلس هالقاعدة بتظبط بس من الفيرتكس بس على الفيرتكس 100% بينما بالإيكولاترال مطرح ما بتكون يعني إذا مديته ميديان أو هايت أو حيلا شيء مع أي حيلا نقطة يعني حتى لو كنتوا عم تعملوا بايسكتور مثلا قلتوا بدك تعمل بايسكتور للأي يعني عملتوا الأنجل أي على النص عملتوا بايسكتور بيطلع هذا البايسكتور هو ميديان وهايت وبربنيكولار بايسكتور وكل شيء اوكي هذه القاعده بتثبت بالايسوسيلس ترينجل من الفيرتكس ليلا والايكولاترال ترينجل مطرح ما بتكون المهم هي نقطه من هون اوكي من اي او بي او سي طيب كقاعده اوليه من نكتب انه اني ميديان او هايت او بربنيكولار بايسكتور او بايسكتور ايش هو يعني طالع من الvertex على isosceles triangle بيطلع كل هودي الأربع lines يعني إذا أنتوا عبروا من الvertex هنقول height بيطلع بنفس الوقت medium perpendicular bisector و bisector أوكي طيب هذه أول قاعدة نحكي فيها هون وهل اللي عم نحكي هون إنه هذا استرينج هذا الايام بيطلع بربنديكا باي سيكتور هايت ميديان باي سيكتور اوكي طيب نجي للقاعده اللي بعدها نعمل اكسرسايز صغير عليها المره اعطاني اي بي سي رجع الصوره شوي ايه هذه خلينا هذه خلص بعدين ما تقول ما في عندي وقت باول قصه خلينا نفرق هذه اوكي ما عادش هقدر لحق أكتر من هيك بس ارجع ابعتكم الفيديو ترجعوا تشوفوا ما في مشكلة إذا عندي الـ ABC right triangle at B such that الـ AC 8 سنتيمتر والـ AB 4 سنتيمتر فهون في عندي right triangle أوكي فاللي عم بينقل ما لحقين نقول اللي قبل يكتب بس خلي صفحة فاضية أوكي بلش ينقل من هيدي الأبلكيشن
يعني عندي رايت ترينجل اول شيء ات بي اعطاني طول الاي سي 8 طول الاي بي اوكي. هلا بالرسم تكتبوا لي شوي، رح اعمل رسمه هيدي الرسمه، هذه شوي دقيقه الرسم كلها اوكي. طيب بدي دروز فيجر اول شيء. طيب كيف نبلش بالفكر برايكم؟ فينا نبلش نرسم اطول، نبلش بال 8 سنتيمتر. طيب نبلش اي سي 8 سنتيمتر اوكي. اوكي هيدا الاي سي اول شيء بنرسمه 8 سنتيمتر. طيب بعدين بننتبه في عندي شرط تاني انه هو رايت تراينجل، ها بيطلع معي رايت يعني، بس كنا عم بحط البي بالبي شو تطلع 90، هو قال لي رايت تراينجل ات بي، هي بديش انساها مش اني تراينجل اوكي. ايه بعدين شو رايكم شو بنعمل؟ فينا نعمل غير هيك؟ ايه تفضلي حنين قولي. بنبلش اول شيء بالاي بي، الاي من فوق والبي من تحت عشان تطلع بيربنديكولر، والاي سي هو الخط الطويل اوكي. يعني عندك هيك، يعني عندك اي بي تحت بي اوكي 4 سنتيمتر، الاي سي من مدة 8 سنتيمتر من هنيك. بنرجع بنوصل هون، هيدي مشكلتك. اذا وصلت 8 سنتيمتر من هون مثل ما بدك، ما راح تطلع معك هيك 90 اوكي. بلشتي صح اوكي، بس عملتي خطوه. اي سي هالخطوه صح، هي شو القصه؟ نحن اول شيء بهمنا الانجل اكثر من الخط، الخط فينا نتحكم فيه مثل ما بدنا اوكي، بينما الزاويه لا اوكي. هل ليش بلشنا مثلا هلا بالاي بي مش بالاي سي؟ لانه البي هي نقطه اللي عندي 90، فبلش بالخط اللي في البي اللي هو الاي بي. فاللي قالته حنين اول شيء صح اوكي. بنبلش اول شيء بالاي بي، نحطه 4 سنتيمتر اوكي. بعدين شو بنجي بنعمل؟ بيجي انا عندي حسب السؤال هو رايت ترينجل ات بي، بعمل زاويه 90 يعني بعمل خط من هون مده قد ما بدي، يعني بتحط المسطرة اللي عم يرسم معي، بعد ما ترسم الاي بي بهالشكل 4 سنتيمتر اوكي. اللي بتعمله استاذ هلا بتجيبوا المسطرة ست سكوير بتحطوها على البي بهذا الشكل اوكي، وبتعملوا خط قد ما بدكم بتمدوا اوكي، بس مدوا قد ما فيكم هيك. هيدا خط من هون هيك اوكي، يعني الزاوية هلا ضمنتها على البي. هلا ليش صارت الزاوية عند البي بهالشكل بعد ما رسمت هيدا الخط؟ رعنا يا رايت عين رايت صرت اني محقق شرطين من اللي بده اياه هو، يعني حققت انه البي 90 اوكي، وحققت انه الاي بي 4 سنتيمتر صح. بعد عندي شرط صغير ما حققت له اياه، انه الاي سي 8 سنتيمتر. اسهل طريقه ما ترسموها 8 سنتيمتر اوكي. هلا فيكم تحطوا المسطره طويله صرت تعملوا فيها لتبين هون 8 سنتيمتر، بس اسرع واسهل طريقه. ايه هلا استاذ الخط الاحمر 8 سنتي، هذا اللي هون 4 سنتي اوكي. بعدين بتحط المسطره شفت كيف انا حاططها، بتمد قد ما بدك، ما له طول هيدا، لا هذا الخط الطويل اللي راسمه هيك ما له طول بعد، هذا مش الاي سي، انا بدرسه من اي سي اوكي. مش الحشوة بتعمل هادي، ترسم اول شيء الاي بي هيدا 4 بعدين بتحط المسطرة 8 اوكي. هلا بعدين اخر خطوة يا استاذ، بايدي بدي الاي سي 8 سنتيمتر، في حدا عنده فكرة كيف ولا بدكم اياه؟ فينا نحط المسطرة على الاي، شو نزيح على بين معك 8 سنتيمتر على هيدا الخط، بس هو الافضل طريقة شو بتجي بتعمله؟ بتحطوا مسطرة هيك على جنب، بنفتح البيكار. قديش بدي طول الاي سي يعني؟ اوكي يعني نفتحه 5 بتحط 100%، فبنفتح 8 سنتيمتر على البيكار اوكي. فلما بيرسموا هلا تاني خطوة بعد ما عملنا هون نفتح بيكار 8 سنتيمتر اوكي.
طبعا نفتح البيكار 8 سنتيمتر، بنحط البيكار على الاي وبنعمل ارك، مثلا بيضرب معنا الارك هون، هذا المطرح ما ضرب هون، هذا بتكون هي السي، وبنوصل اي بي سي. ما فينا نرسمه بمسطرة عادي؟ فينا نرسم بالمسطرة عادي 100%. بعد عم بقول لكم فيكم بالمسطرة، اذا بدكم ترسموا بالمسطرة العادية بصير تحطوا المسطرة بهذا الشكل. اوكي، بتصيروا تشوفوا وين بتصير 8 سنتيمتر، يعني بتصيروا تزيحوها للمسطرة لتضرب معكم هي 8 سنتيمتر على الخط اللي هون. اوكي، يعني حاول تكون المسافة من الـ A للخط اللي هون 8 سنتيمتر، بيمشي الحال ساعتها هيك، بيمشي الحال بالمسافة الطويلة. اوكي، طيب في حدا عنده مشكلة فيها الرسمة؟ لا. اوكي، لا. واخر شيء بيطلع معنا هذا الترينجل بهذا الشكل، انا رسمته بطريقه ثانيه بس على كل الاحوال هي طريقه، هذا معي 8 سنتيمتر. اوكي، طيب هاي عشان ما ضيع وقت عليك اكثر من هيك، انا رسمتها بطريقه ثانيه. المهم نفس الجيفن، البي 90، اوكي، الاي بي 4، والاي سي 8. اوكي، هول معي. هلا اللي بدنا نعمله هو ما نشوف هذا الترينجل شو قصته بيصير، يعني حدا تذكر شي القاعدة قبل ما احطها؟ بيكون هايبوثيسز سايد تايمز راديكال 3 له علاقة بهيدا الترينجل. هلا بنشوف شو بيصير معنا، ممكن ما كنا مرة معكم مش مشكلة. طيب قبل ما انه على الصفحة الثانية، في حدا ما خلص هون من عم ينقله؟ خلاص. لا. اوكي، طيب السؤال هو التالي استاذ، بيقول لي use a protractor يعني نص دائرة to measure the angles BAC and ACB conclude. طيب هيدي هيدا الترينجل عندي اياه قدامكم، اوكي، اللي كنا رسمينه، او انتوا عندكم اياه بهذا الشكل طلع. اوكي، هو زد. اوكي، انتوا عندكم بهالشكل، بي تحت ال A C، هيدا 8 سنتيمتر، هون ال 190، هذه 4 سنتيمتر. كل السؤال عم يطلبوا مني استعمل البروتراكتور اللي هي نص دائرة، هلا إذا عندكم نص دائرة بتجيبوها، measure the angle BAC وال ACB، يعني بدي أقيس له الأنجل اللي بقايا بالترينجل، يعني أول أنجل بدي أقيس له إياها هي ال A، هذه اللي هون اسمها BAC، الأنجل الثاني هي C. طيب اللي رسم الرسمة في اسم. اوكي، اللي رسم الرسمه في حط نص الدائره على الاي بهالشكل. اوكي، ويقسمنا قديش بيطلع ماجر طول الاي. عرفت شو ما نعمل استاذ؟ نص دائره حطوها على الاي بهذا الشكل وبتقروها من هون وتشوفوا لي قديش ماجر طول الاي واعطوني الجواب قديش بيطلع معكم. أستاذ أنا ما رسمتها بس يمكن تطلع 45. أنا كمان ما رسمتها، يمكن تطلع 30. لا 30 لازم نحسن القواعد تطلع 45 كمان تفشخل. طيب هلا بنشوف، هلا بنشوف إذا رح تفشل لك خلق أو لا. طيب أستاذ أنا كمان بقدر... ما رسمتها بس يمكن تطلع 30. أنت برأيك تطلع 30؟ أوكي، و60 60، والسي 60. اوكي ماشي، او بالعكس طيب. تطلع الـ A 25. قديش طلعت معك؟ طلعت معك، قديش طلعت معك الـ A؟ انا بقول الـ 30. اكد ستين بتطلع مش 30. انا طلعت معي 25 يمكن. لا لا لا، الرسمة عندك فيها مشكلة، بتكون بعتي لي بقى الواتس على الواتساب الرسمة اللي طلعت، طلعت هيك مثل ما انا رسمها، هذا ترينجل هالشكل. نفس الشيء. كيف طلعت معك 25؟ انا مش عارفة ايه صغار.
لا بتحط النص دائرة مثل ما شفتي هيك استاذ، بكون عندك زيرو من هون، اذا زيرو من فوق بتقري الارقام اللي فوق لتوصل عند هذا الخط، شوفي لوين واصل لاي درجة. اوكي المفروض يطلع معكم هذا لانه البي 90 اوكي والسي 30. هلا هي هلا بنقول لكم ليش بيطلع 62. اوكي السبب لانه واحد من السايدز هو بيساوي الهايبوتنس، بس يكون عنده واحد من السايدز بيساوي نص الهايبوتنس. اوكي بيطلع هذا اللي هون 60 وهيدي هون 30. اوكي يعني بمعنى تين هالتراينجل شو صار فيه لعنه غير انه هو رايت ترينجل له اسم خاص فيه لما يكون عنده 90 سيمي ايكوليترال. فاللي كانوا رسمين الرسمه المفروض هلا اذا اس وال اي تطلع معهم 60 اوكي يعني بي اي سي هلا كجواب هنكتب هيك انه بي اي سي بتطلع 60 يعني هذه تحت بتطلع 60 اوكي الاي سي بي بتطلع 30 اوكي مثل ما قالت حنين بس اخر شيء ظبطتها او بالعكس بتطلع لي بالعكس اللي قلتي اخر شيء اوكي فبتطلع الاي 60 والسي 30. اوكي شو السبب اللي خلاهم يطلعوا هيك؟ انه واحد من السايز طلعوا الاي بي طوله 4 طلعوا الهايبوتنس قديش طوله؟ 8. انه واحد من السايز عم بيكون نص الهايبوتنس. فبس يكون عندكم رايت ترانجل وواحد من السايز بيساوي نص الهايبوتنس بصير شيء اسمه هو سيمي ايكولاترال ترانجل. اوكي؟ طيب في حدا مشي مشكلة هون؟ لا اوكي طيب في عندكم مشكلة إذا وصلت ورا بعض ونوقف قبل الوقت ساعتها أحسن ما أوقف 10 دقايق عشان فوت؟ لا ما في أسر كفي يا أستاذ كفي. اوكي اه طيب في حدا بقى مين؟ فيها 10 دقايق ما أنا عندي إياكم ورا بعض حصة ثانية يا صديق. اوكي فبعطيك مريحة آخر شيء يعني كنت ترتاحوا تلت ساعة ترتاحوا نص ساعة حسب قديش بنخلص. اوكي طيب فهون في حالة عنده مشكلة فيهم؟ حدا بعد عم يقول شيء؟ لا الرسمة ما في حاجة ترسموها، الرسمة خلص مرسومة انت بس عم تكتب السطر اللي تحت والسطر اللي فوق بالاحمر. اوكي بيب علينا نعمل خلاصة هون انه هو التالي اذا عندي اي بي سي اول شيء رايت تراينجل وعندي واحد من السايد بيساوي الهايبوتنس على 2 مثل هلا حالتنا قبل شوي بيطلع هذا صار عبارة عن سيمي كولاترال ترانجل. اوكي اذا كان السايد 4 والهايبوتنس 8 فبيطلع 100% مثلا مثل حالتنا هون نحن هلا اللي عم يكتب اساس بس بيكتب وسطنا اللي هون. اوكي بهي حالتنا نحن هذا كان معنا يا رايت ترانجل ات بي معنى الهايبوتنس 8 سنتيمتر هذا ال HYP بي اللي هو الاي سي واحد من السايد اللي هو الاي بي بيساوي نص الهايبوتنس لانه طلع بيساوي نص الهايبوتنس صار هيدي الزاوية عندي اياها 60 وهي الزاوية صار عندي اياها 30. اوكي فصار عندي اسم شيء اسمه سيمي كولاترال ترانك هذا كل شيء بدنا نحكي بهيدي. استاذ انت رح ترجع تبعت فيديو صح؟ ايه اكيد استاذ ما عشان اذا بدي اكتب مش رح ركز منيح بالدرس. ايه ما في مشكلة ارجع ابعته بنقله من الفيديو. طيب خلصتي نقل يا زينب او حد عم ينقل هون خلص بس هاي كنت نقصها ترين دي فوق. اوكي طيب بس فينا بلا ما نوصل الرسمية اه ما سمعت الرسم روتان فين ده ما نسمعه. ما في مشكلة ما في مشكلة المهم تكون فكرة الرول وصلتكم انتوا ماشي. طيب هلا هون عم بيقول لي let a b be a segment such that a b 8 سنتيمتر هلا هون كمان قاعدة رح نرجع نستنتجها نحن وياكم. معنى segment a b 8 سنتيمتر بعدين
أعطاني الآن mid point of AB، بعدين أعطاني C صار ذات CM 4 سنتيمتر. ما نرسم بالرسمة ونشوف شو قصة الـ ABC ترانجي شو بيطلع شكل. أوكي بعطيكم وقت السيستم لو فاضي رح بلش رسمة حنيكم. بس انا خلصت. اوكي هذه مش الحل عندك؟ طيب قال لي let AB be a sigma such that AB equal to 1 سنتيمتر. هلا رح نبلش بال AB اول شيء. اوكي نرسم خط اول شيء AB 1 سنتيمتر، هذه A هذه B، هذا الخط بيكون طوله 1 سنتيمتر. اوكي خلصنا اول شيء. بعدين let m be midpoint of ab، مثل العادي ما في اي تعليق عليها. هيدي اذا عندي ال ab بتعمل 100%، بيسال ايش ال ab هو 108 على نصه بتيجي ال m. بكون معي دغري بتقولوا هذا الخط بصير بيساوي قد هذا الخط. اوكي خلص. بعدين بيقول لي let c be a point such that cm equal 4 سنتيمتر. هون بدي اسالكم انتم شو ممكن كيف برسم هاي. عندي نقطة C صار ذات سي ام هو 4 سنتيمتر. السي هي فيرتكس. اوكي نرسمها بالبيكار على الام. ليش ما نرسم بيربنديكولار بايسكتور؟ شو له علاقة؟ لا كل علي حط نقطة C. لا ما انتبه هون ما عندي ايكو ديستانس ولا قال لي بيربنديكولار بايسكتور ولا جاب سي. اوكي كل اللي عندي يا استاذ عندي نقطة C، هلا بدي احطها الرسمة اللي ناقصتني. بعدها عن الأم 4 سنتيمتر، المسافة من C للأم 4 سنتيمتر. بس هل هي يعني كل اللي علي أعمله هلا حط المسطرة على الأم بطلع منها 4 سنتيمتر بس الآن. أوكي في نعم نرجع من المسطرة صح؟ 100% 100%. هلا بتحطوا المسطرة يا استاذ عم يرسم معي، تحطوا المسطرة على الأم تطلعوا فيها 4 سنتيمتر. كيف توصل لهون؟ أوكي هيدي السي يمكن تعملوها بهالشكل هون. أوكي يمكن تيجي لهون ما في مشكلة، المهم الخط اللي عم برسمه قديش بيكون طوله 4 سنتيمتر. أوكي أنا هنرسمه بهذا الشكل. فآخر خطوة أساس كل علي أعمله بحط المسطرة على الأم بطلع 4 سنتيمتر. هيدي السي اوكي هيدي 4 سنتيمتر. يعني بمعنى تاني صار عندكم هيدا الخط قد هيدا الخط قد هيدا الخط، هيدي الأم بي نص 8 و4، ما تنسوا له 4 سنتيمتر. اوكي ونوصله تطلع لنا الرسمة. اوكي في حدا مشكلة عنده مشكلة بالرسمة؟ لا اوكي طيب الرسم استاذ. نعم ايه حبيب سي ام ضروري يكون جيل مايل، مش لازم يكون جالس. انا اذا عملته جالس مش غلط، بس الافضل تعمله مايل عشان اذا عملته انت جالس رح تعمله هون زاوية 90. ايه اذا عملته انت جالس يا صادق إذا عملته هيك أنت يطلع عندك هون الزاوية 90، وهذا صار كتير سبيشال كيس، وأنت ما معك إياه هون 90، فكرما لك نحن بنعمله بشكل مايل عشان ما ناخد سبيشال كيس في الموضوع، يعني أنت ما معك إياه والله هون 90، أوكي؟ طيب، كيف وصل لهم؟ 100%، هذا اللي بنحكي فيه. شو رأيكم بالتراينجل أي بي سي؟ بيطلع رايت تراينجل أت سي. اوكي
السبب ليش أستاذ؟ أول شيء مية بالمية، لأنه هذا الميديا اللي شايفينه هو طوله 4 سنتيمتر بيساوي نص الـ AB. بس يكون عندكم ميديا بيساوي نص 100% النص الخط اللي رايح عليه، يعني هلا الـ A سي أم هو ميديا مظبوط، لأنه الـ سي أم بيساوي نص الـ 8 اللي هو الخط اللي عامله قسمين، يعني صار عندي هيدا قد هيدا قد هيدا، بيطلع هيدا الترينجل اللي هون هو رايت ترينجل at سي. اوكي مش الحاشية اللي بنستنتجه هون. هونيك انتبهوا الفرق بين اللي قبل وبين هون، هونيك بيكون معي رايت ترينجل وعندي سايد بيساوي نص الهايبوتنس، هون لا، هون عندي ترينجل عندي ميديان بيساوي نص الخط اللي رايح عليه، يعني هذا ميديان طول 4 سنتيمتر، هذا الخط اللي رايح عليه هو 8 سنتيمتر، لأنه هذا الميديان بيساوي نص الخط اللي تحت بيطلع هذا الترينجل هو رايت ترينجل ات مين ات سي. اوكي طيب، فكقاعدة استاذ نكتبها هيدا الشغل، بيكون معنا أول شيء الـ ABC يعني ترينجل، بيكون معنا ميديان على شرط الميديان شو بيساوي الـ BC على 2، يعني مثلا إذا هو ميديان للـ BC وهذا الميديان بيساوي BC على 2 بيطلع هذا ترينجل هو رايت ترينجل ات A. اوكي هاي بالقاعدة بنحكيها، في حدا عنده مشكلة فيها؟ لا لا. اوكي فباختصار استاذ، اذا انتم عندكم ترينجل هون مثلا فنسمي اي بي سي، هلا انتم ما يكون يا رايت ترينجل، ما يكون حيلا رايت ترينجل، ما يكون هيدا الخط تحت 6 سنتيمتر. اوكي قمتوا جيتوا رسمتوا خط ميديان بهالشكل وطلع هذا طوله 3 سنتيمتر او اعطاكم 3 سنتيمتر. اوكي لانه هذا الميديان 3 سنتيمتر وهذا الخط 6 سنتيمتر، دغري فيكم تقولوا ان هذا ترينجل اي بي سي صار رايت ترينجل ات اي تكون زاوية 90. اوكي هذه بروبرتي موجودة بالترينجل بيصير عندي رايت ترينجل. طيب هلا هون رح نفوت ساعتها بدرس السيركل. اوكي في كارتين صغار بنذكر فيهم وبنوقف عليهم. اوكي اول شغله لازم ننتبه لها في شيء اسمه انسكرايب، في شيء اسمه سنترال انجل، هون رح نذكره نحن وياكم بشكل بأساس اللي هون بنحازر لهم. هلا في غيرهم ما رح نفوت فيهم، بس قبل هو كلهم خلينا اول شيء نشوف شو معنى معنى C هي circle of diameter AB and center O. بقيت أسألكم سؤال، شو إذا بتذكر خصائص السيركل أو لا؟ إذا أنا عندي هاد diameter AB هو 6 سنتيمتر، إذا قلتلكم بدي الراديوس يعني هو عادة R، قديش بيطلع الراديوس بالحالة؟ 3 سنتيمتر. هلا بدي مظبوط، هلا بدي إياكم تنتبهوا له. أوكي أنتوا بيكون عندكم سيركل هي السنتر اللي لهو. اوكي هذا الاي بي عم نحكي عنه 6 سنتيمتر، اذا انا رسمت من او لهون هيدا سي، بس انا معي طول الاي بي مثل من هون لهون 6 سنتيمتر. اوكي طيب عندي سؤال، من او للسي قديش بيكون الطول؟ 3 عشان الراديوس بيكونوا ايكوال 100% راديوس، لانه هيدا 3 سنتيمتر. اوكي من اول السي هيدا اللي بدي اياكم تكتبوه. اوكي طيب ف
طيب فهيدي السيركل اللي حكينا عنها هسه، ذكرنا بالدياميتر، ذكرنا بالرادياس، حطينا السنتر لنا. اوكي هذه اول شيء، اول شغله بنذكر فيها. هلا لو نحكي نحن شيلوا عليه قبل الانجل. اوكي let m be any point on c. خلينا اول شيء نرسم الرسمه مثل العادي هسه، ما نرسم سيركل سنتر او دياميتر اللي هي اي بي. اوكي لنرسم هذه السيركل شو بنيجي بنعمل؟ نحط نقطة O. اوكي بالعادة هو بيكون معطيني radius لأفتح البكار قد الراديوس، بس هل هون أعطاني طول الراديوس شي؟ لا ما أعطاني. ما أعطاني. كل عليك هلا بتفتح البكار قد ما بدكم أساس وبترسموا سيركل. اوكي بتحطوا إبرة البكار على O بنرسمها يلا سيركل. اوكي هيدي السيركل C. وهذا الدياميتر الـ AB. اوكي بس هذا كل الرسم لهلا، يعني هون كنا خلصت اول خطوة، عملت له دياميتر. بننتبه الدياميتر بيمرق بالسنتر. اوكي طيب بعدين بيقول لي let M be any point on C. كيف يعني وين تجي الـ M بهاي الفورم؟ السيركل يا أستاذ على السي عم السيركل إنه فينا نحطها مطرح ما بدنا. وين ما بدنا على السيركل؟ مهم مش هون ولا هون. أوكي هودي برية السيركل هي جوة السيركل. on C على السيركل، السيركل هو هذا الزيح الأسود المدور يعني دائرة. أوكي فبحطها هون مثلا هذي الأم. أوكي في حطها أكيد من تحت، في حطها هون مطرح مهم على هذي السيركل. فكل المطلوب استاذ بتطلع رسمه بهالشكل، هيدي السيركل سي. اوكي حطينا نقطة ام عليها، هيدا ميتر اي بي سنتر او. اوكي رسمنا من الرسمة. طيب بعدين بيسألني هذا السؤال، هيدا رجع حط الرسمة بيقول لي what is the measure of the angle اي ام بي. اي ام بي يعني هيدا اذا بنطلع من الاي لعند الام بيجي عند البي، اي ام بي يعني هيدي الانجل. شو رايكم تطلع المجر لهيدي الانجل؟ 90 يا استاذ بتطلع 100%. طيب حدا بيتذكر ليش بتطلع 90؟ شو القاعده اللي كنا نطبقها وتطلع 90؟ تانجنت بيكون لا ما له علاقة بالتنجنت، بعد ما فهمتي ناطر في شيء درس ما اخذته انت هذيك السنة. إذا لا رح نحكي بس فكرتين بدنا إياه منه مش أكثر. هيدي الأنجل أول شيء اسمها انسكرايبت أنجل. أوكي ليش هي انسكرايبت؟ لأنه موجودة وين على السيركل؟ أي نقطة موجودة على السيركل. أوكي يعني مثلا الأم هون بتوصل الـ A مثلا أو الـ O بالأم بالـ B. هيدي الانجل اللي هون بنسميها نحن انسكرايبت انجل. اوكي مش الحال هي كاسم بس مش اكثر. هلا شو قاعدتها اساس؟ هيدي الانجل اللي هون اللي شايفينها هي اي ام بي، هي بوجه هيدا الارك، بوجه هيدا الارك اللي تحت اللي هو الاي بي. اوكي عرفتوا كيف قصدي بوجه؟ يعني هم مخدينه اساس ولا لا؟ يعني الام وجه الاي بي. مزبوط الام وجه الاي بي الارك هذا اللي تحت نص ده. بس قبل ما كفي مخدين له وجه ولا اني لا مني ما يعني لا لا مش مخدين. اوكي طيب لكن خلينا نوقف هون عشان ما اضيعكم فيهم شوي. هولي خليني هودي بلا ما افوت فيهم هلا، يعني في بس رأعتي طول التانجنت. اوكي وبنوقف عند هون عشان هون بيهمونا هلا. بعدين هون نحن عم بانه بدي بلش بالدرس ان شاء الله الفصل اللي بعده. اوكي فما راح ضيع وقت علينا نرجع نشرح من اول جديد، فبسيق الدرس نحن عم نشتغل برجع بذكركم فيه. اوكي فبلا ما ضيع وقت عليكم هون. اوكي بس هون بدي اياكم تنتبهوا لشغله دلوقتي، خليني بس خلص هاي. هي في قاعده ثانيه صغيره اوكي بس ما راح افوت بالتفاصيل، كل عليكم تعرفوا استاذ. بس كنا نقطه على السيركل هذي مش أنا موجود على السيركل بنسميها أول شيء انسكرايبت أنجل. أوكي يعني هذه هي الأنجل اللي اسمها A M B.
هي اول شغله. شغله ثانيه، كيف بحدد الارك للبوزيشن؟ اول شيء يعني عم بحكي عن انجل اي ام بي، بتطلع بتراف الانجل هي اي وبي، يعني هو الارك اي بي، وهيدا الانجل اللي هون. اوكي هيدا اول سايد، هيدا ثاني سايد، اول سايد التقى ب اي، ثاني سايد التقى بالسيركل عمين على بي، بيطلع هيدا هو الارك اللي من تحت، هو اللي بيكون بوجه لمين؟ لهيدا الانجل، هيدا الانجل اللي هون بوجه مين؟ هيدا الارك كده. اوكي هاي شغله. قبل ما كفي مين بيقول لي شو المجر الارك من هون لهون؟ شو المجر له؟ نص دائره، ليش بيكون المجر له؟ هي بالديجري يعني بالزاويه، كيف بيصير 180 100%. القاعده للسكرايب هي كل الفكره اللي لها بشكل تالي، انه هيدي الانجل انها انسكرايب وبوجه هيدا الارك لتحت، القاعده الانسكرايب هي بتساوي الارك اللي بوجه على 2، يعني بهالشكل، يعني الاي بي عطنا مشي بوجه الارك اي بي، يعني الاي بي على 2. اوكي هذه انسكرايب على طول هيك، يعني 180 على طول، طلعوا الارك اللي بوجه اسمه على 2. اوكي خليني اعطيكم اكزامبل بسيط بعد. مثلا اذا انا عملت خط هيك، هذه نقول ام 1، او خلينا نسميها غير الام 1، خلينا نسميها ان مثلا. هيدا نقطة نفرض سمينيها ان. اوكي وهيدا الخط ايضا التقى بنقطة سي، وانا عم بحكي عن انجل هيدي اللي اسمها سي ان بي، يعني هيدي اللي هون. برأيكم من الارك اللي بوجه بيطلع بهي الحالة؟ الان والسي اللي تحت. ايه هيدا الانجل عم بحكي عنها بي ان سي. اوكي مين بيطلع اي ارك بوجه؟ في حدا ممكن يعرفه؟ اذا بتضيعوا فيها ولا شيء، انا مش عم بحكي عن هيدي الانجل اللي هون. او شيء هي انسكرايب، ليش؟ لانه موجوده على الدائره، يعني الفيرتكس اللي لها الانجل هيك انه موجوده على الدائره، عشان هيك اسمها انسكرايب. هي شغلتين، كيف بحدد الارك اللي بوجهي؟ ولا شيء، انا عندي نقطه ام او الزاويه ام، اول شيء الخط الاول اللي لها هو هيدا، التقى باي نقطه؟ بي، صح؟ ثاني خط اللي لها اللي مديناه التقى بأي نقطة؟ مظبوط؟ سي. فهون النقطة اللي التقوا فيهم بيعملوا لي هيدا الارك سي بي، يعني هيدا الانجل بوجه أي ارك سي بي. يعني فرضا إذا كان الارك هيدا اللي هون المجر له 80، يعني من هون لهون فرضا الزاوية اللي له 80، قديش بيطلع الزاوية اللي هون برأيكم؟ إذا بتطبق القاعدة اللي هي الأرك على 2، 80 على 2، 80 على 80 على 2 بتطلع 40. 40 مين؟ هيدي كل الفكرة على الانسكرايب. أوكي بتشوفوا شو الأرك اللي بوجهه، بتقسموه على 2، بيطلع قديش المجر اللي هنا، مش الفهم؟ طيب فنحن بحالتنا هون إذا بدي أجي للـ A and B اللي هون استاذ، كيف بحدد الارك؟ انا هيك الام، اول شيء اول خط طالع منه هو الاي، عفوا الام اي يعني التقى بنقطة اي، وثاني خط هو هيدا التقى بنقطة بي. اوكي فبيعمل هيدا الارك اللي اتفقنا نحن وياكم مجرى له 80، عفوا 180. اوكي على 2 مجرى له ساعتها هيدا الانجل. اوكي وهذا الشيء المتوقع يطلع هون. اوكي لهون استاذ في حدا عنده مشكله؟ استاذ بس بدي اسالك، انا ضاعت كيف رسمت الان؟ لا ولا شيء، رسمت السيركل حطيت الاي والاو والبي وصلتيهم هيك مثل ما انا حطيتهم تحت. الان بتحط حين نقطه على السيركل، يعني انت مثلا راح تكوني رسمي لهلا هيك، هيدا السيركل، هيدا الاو اللي الك، اوكي وهيدا الاي بي. اوكي الام هي بتحطي نقطة بس هيك بهالشكل، قولي هيدي نقطة ام. محلنا محل
يلا مقطع ايه وبتوصلي متى انا وصلت الام بالاي والام بالبي اوكي. فكل الفكره هون استاذ انه هيدي الانجل اللي هون هيدي نوع خاص من السكرايب بتطلع على طول 90. ليش بتطلع على طول 90؟ لانه هيدي الام غير انه بوجه الاي بي اللي تحت شيء فيه 180 قسمنا على 2 هي بوجه المين دايميتر 180 اوكي. لانه بوجه الدايميتر دغري معش بدي اطبق القاعده في دغري اي ام بي هي مين هي 90 بدون ما اطبق القاعده انه اي بي على 2 واعوضها بدل شو. فبس يكون عندكم نقطه على السيركل او انجل على السيركل بوجه الدايميتر دغري هي المجال لها هي 90 اوكي. استاذ يعني فينا بلا خلينا نسمع اول حدا واحد واحد. حاليا انت عم تسالني اول شيء وبيرجع هذا. فينا بلا ما نكتب هايدي اي بي على 2 نقول بس انسكريبت انجل فيسنج دايمتر بلا ما نكتب هون بس كانت تذكير بقاعده الانسكريبت كيف كنا نطلع مال باقي مش فيسنج دايمتر مثلا مش 90. فكيف طالع على قاعدة لإلها إنه الأرك بوجه على 8 وشوف قديش معي طول قديش المجال للأرك وبقسمه على 8 أوكي. هي مش على طول تجي فيسنج دايميتر مرة مرة بس هي 99% هتكون فيسنج دايميتر رح تطلع 90 أوكي. هيك أغلب الأسئلة رح يطلع منها. هادي شو سؤالك؟ أنا هيك بدي لك يا سيدي لك إنه بس نخلص مثلاً أي بي إيكوال 180 على 93 حتى حد إنه يكون فيسنج دايميتر أي بي. لا هلا ورايح أنت إذا قال لك والله بكون عندك الرسم بدي لك شو المجال للأنجل أي أم بي بالحال من هلا ورايح بتقول له أي أم بي أوكي بتقول له هذا الأنجل أي أم بي بتساوي 90 دغري. شو السبب بتقول له انسكرايب facing diameter بس يعني من دون ما نحط له 180 على 2 ضروري. لا 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 هون بس تذكير بالقاعدة اوكي خلص. ما انت هيدي انسكرايبت انجل ليش اول شيء انسكرايبت موجوده على السيكل بوجه خط الدايمتر دغري 90 ما عادش بدي اطبق القاعدة انه الاي بي على 2 الاي 180 على 2 بيطلع 90 ما في دي اوكي. فالقاعدة كل ما نقوله هون إذا معنا سيركل سي دايمتر وعنا هيدي الأنجل هيدي الأي أم بي عطول 90 حتى لو الأم أخذتوه من تحت مثلا أوكي بتوصلوا الأي بالأم والأي والأم بالبي أو بي بالأم هيدي اللي هون كمان بتطلع 90 وين ما تاخدوا الأم خطوها كمان هون وصلتوه هون كمان بيطلع الجواب هون اللي هي 90. السبب انه هالانجل عم بتكون فيسنج دايميتر عم ضلها تكون وجه دايميتر مو دايميتر هو اي بي اوكي. فلانه على طول بوجه دايميتر بيطلع هيدي 90 على طول اوكي. طيب هلا هي بعرف فكره صغيره بهاي عندها بس رح احكي بقى عندها عن التانجنت بنوقف اوكي. بس قبل ما اكفي في حدا عنده مشكله بهيدي؟ لا خلينا بس احكي هلا عن التانجنت وبنوقف. هيدي ما راح احكي عنها. طيب ما راح نعمل اكسرسايز راح نغري نحط القاعده احنا وياكم نتذكر شوي التانجنت. اول شيء التانجنت كيف نرسمها؟ اول شيء خلينا نرسم حيالله السيركل مثل العاده. هلا اللي عم يتابع مع الاستاذ يرسم سيركل سي من اول جديد حيالله سيركل اوكي سنتر او ودايميتر زي بعد ما على الصورة عندي وين معلقة يا هادي؟ بعد على السيركل طيب بس بعد الفيديو السيس ترجع بتقرر ما في مشكلة اوكي. طيب فعندنا هيدي حيلا سيركل استاذ سنتر او ودايميتر اي بي ليت ام بي بوينت اوف سي ناخذ حيلا نقطة على السيركل سي هيدي نقطة ام اوكي. هيدا كل اللي اعطاني اياه.
هلا بدنا نتذكر كيف نرسم تانجنت 3 دي بي اذا تانجنت سي ات ام. ما بتذكر كيف نرسم تانجنت؟ بس هلا فينا نرسمها بالبكار بالبكار كيف؟ لا قصدي انا برسمه بالمسطرة العادية، بس هو الاثبت بنرسمه بال هيدا النص مثلث. ميموري بالمثلث احسن، ما حدا يتعود يرسم المسطرة العادية، بدنا نكون دقيقين شوي بالرسم. اوكي، انه التانجنت هو اول شيء خط بيقطع السيركل بنقطة واحدة، يعني هو لازم يقطع السيركل بس بنقطة ام، هو مش حيال خط بيقطع بنقطة ام. اوكي، هو كيف بيجي بالضبط. هلا اول شيء خلينا نحط الجيفان، شو هو بمعنى السي سيركل اوف سنتر او دايمتر اي بي، والام نقطة موجودة على السي، عملناها نرسم رسمة عبارة عن سيركل سنتر او، هي السنتر اللي لها او دايمتر اي بي، وخدنا نقطة ام هون. اوكي، خليني بس احط الام من تحت عشان الخط يبين مظبوط. طيب هلا بعدين لما يقول لي عن قصة تانجنت استاذ، هيدا الام هون. اوكي، شو عم بيقول لي؟ دي بي ذا تانجنت تو سي ات ام، يعني انا كل الفكره بده يصير هلا انه بدي ارسم خط يقطع سي على هالنقطه ام. اللي بتعمله استاذ باختصار، هذه نقطه ام، اوكي، بتوصل اول شيء الاو بالام، ماشي، هي اول شغله. الشغله الثانيه استاذ اللي بتعمله، بتجيبوا ست سكوير بتحطوها بهذا الشكل، بتجلسوها على الاو ام بهذا الشكل. اوكي، يعني اول شيء عملنا وصلنا الاو بالام، وصلنا بعد ما وصلنا حطينا الماستر بهذا الشكل، وبنعمل خط هيك. هذا الخط دي بيطلع هو تانجنت على السيركل على الام، بيمرق بالام. اوكي، بس بنفس الوقت شو بيكون الزاوية اللي له مع الـ OM؟ قديش الزاوية اللي هون؟ 90، هيدي كل الفكرة اللي بنتبه. يعني هون الزاوية اللي شايفينها هون، بعد ما نرسم الخط بهالشكل، بتطلع 90. يعني هون 90. اوكي، هيدي كل شيء اللي بنتبه. في حدا عنده مشكلة بالرسمة اللي عم ينقل؟ لا. اوكي، طيب فهون استاذ رح احط الرسمة بشكل اوضح. خليني بس هودي اشوف المحور معي. طيب بس راحت الصورة، راحت الصورة، هي ما عم برجع اظبطها يعني. يا عم الاستاذ خلص، خلص استاذ بعدين بنكفي عيد التاني. اوكي، هلا لهون احنا حنوقف، انه هلا عندي صار مشكلة اخر شيء، معلش عم بظبط الوضع عند الباوربوينت، بس ما رح اطول عليكم اكثر من هيك، رح اوقف هون. هلا اللي بيهمني استاذ اهم شيء،